في البداية بس حابب أعرفكم في الأول عن نفسي. أنا graduated 2011 من Alexandria University concerning aesthetic and cosmetic dentistry. البوست جرادويت ستادي كانت 2016 في المكسيلوفيشال دبلوما في جامعة طنطا. أنا كنت سبيكر في أكتر من مؤتمر جوا مصر، والحمد لله عملت أكتر من كورس جوا مصر وكمان برا مصر. بداية أول ما بنسمع فكرة الأنتيرير كومبوزيت بيبقى عندنا بعض الكومبليكيشنز من الباد إكسبيرينس بتاعتنا في فكرة الأنتيرير كومبوزيت، خاصة مع كلاس 4، بداية من اللاين اوف ديماركيشن، الشيد سيليكشن، وكمان الشيب ذا توث والديورابيليتي. ودي دايما بتبقى موجودة معانا أول ما بنسمع كلمة كلاس 4 في الأنتيرير كومبوزيت، خاصة زي ما قلنا فكرة كلاس 4. سؤال دايما بيجي في ذهنك كده، يا ترى هو الكومبوزيت هيبقى ديورابل؟ هل هنقدر اقول للبيشنت بتاعي ان هو ياكل عن الكومبوزيت ده ولا لا؟ هل هو هيعيش معاه ولا لا؟ طيب علشان نبدا نشوف ونبدا نتعلم ازاي نعمل كلاس 4، لازم يكون في حاجه عندنا اسمها ورك فلو. ورك فلو ده اللي احنا بنتبعه واحنا شغالين في العياده. الستارت بتاعتنا بتكون باول حاجه، ودي اهم حاجه، ان احنا نعمل اناليسيس. بعد كده نبدا نعمل شيت سيليكشن، ايزوليشن، بيفل، بوندنج، 3 دي لايرنج، فينيشنج اند بولشنج. بعد كده اقدر اوصل للمينتيننس، وكمان اقدر اشوف البيشنت في الفولو اب.